ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه لترأس وفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79، كان قد وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. هذا ويرافق سموه خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من سعادة الدكتور عبد اللطيف الرشد الزياني وزير الخارجية، معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة، سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين.